اتكلم. ايه اللي احكي لنا ايه اللي حصل؟ في واحد ماشي كان ساكن في محمود عبد السلام، جاي الساعة 2 بالليل وحاطط العفش بتاعه، ماشي الساعة بالظبط 3 وثلث، صوت الانفجار جامد. واحد اسمه علي اتوفى، وناس في قلب البيت وقعت ماشي ومتعورين. يعني اللي جاي امبارح ده كان جاي ساكن جديد اصلا؟ جاي ساكن جديد، جاي الساعة 2 بالليل. والانفجار حصل الساعة كام؟ الساعة 3 وثلث. الصوت كان انفجار كده، الصوت يعني بيرج جامد قوي، صوت شديد قوي. ايوه ايه اللي انفجر؟ اتوقع دي انا متوقعها اللي هي قنبلة. ليه الغاز سليم؟ لا انابيب سليمة، في انبوبة صغيرة بومبة الكلام ده، وهم والغاز زي ما هو سليم ومفيش نار طلعت خالص. انا اتوقعها اللي هي ممكن قنبلة. في كام واحد كده؟ في واحد اسمه علي توفى ماشي، وستة متصابين، واحد فيهم واللي واحد رجله مكسورة، واللي حوض مكسور، واللي رجله عامل شبه عامل، واحدة شبه رجلها عامل زي المقطوعة، وواحد في العيل الصغير في الرعاية ماشي، وبين الحياة والموت، نزف من ودنه ومن بقه ماشي، واحتور منين النور. عندنا ناس كتيرة يعني، ايه ناس كتيرة يعني، المنطقة جنبينا سمعت صوت الايه؟ الانفجار. انت دخلت جوه؟ اه دخلت. شفت ايه جوه؟ شفت جوه؟ شفنا تكسير، يعتبر تكسير، بيتين متنفذين على بعض، بيت وبيت اللي بعده الاثنين متنفذين على بعض، بعضيهم حيطان كلها مكسوره، الشارع اللي ورا ماشي، البيت برضو ايه الحته بتاعت الشارع اللي ورا، والمسجد البيت وقع. هنا اسمها ايه؟ مدينه النور، الزاويه الحمراء مدينه النور. والسقف واحد كان نايم نزل على السقف وقع، نزل تحت وقع ومات. ده توفى على الله يرحمه، ده الله يرحمه توفى. واللي كان بيجري من الثالث دور ومن الرابع دور من الخامس، مفيش سلالم، مفيش سلالم، كان بيقع من الثالث دور كله، كان بيقع ايه ورا بعض. الشرطه جت الساعه كام؟ الشرطه يعني جت بعد الحادثه على طول بنص ساعه، لا يعني جم بسرعه، لا في يعني نص ساعه، ساعه جم بسرعه. الشرطه والمطافي وحكومه كتير قوي جوه، بتوع مجلس الشعب كلهم جوهم، ما عملوش حاجه بتوع مجلس الشعب، كله جوه، كله طبعا بتوع مجلس الشعب، منظره بقى كله بيجي بيصور سيلفي.